ملتقى هذا الصباح وفي ملتقى سن اللقاية. شوطنا الرابع يسير خاص بالقعدان اللقاية في هذه الانطلاقة وهذه التحديات. مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، حيث يتقدم في هذه اللحظات إعصار لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمن السعيد بن عبيد الحميري. بينما المركز الثاني الحنيش على الجانب الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. بينما المركز الثالث يصل هملول، تعود الملكية لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلة، وعملية التضمير لدى سيف بن خلفان اليابري، هو من يتابع أو بالفعل سيف بن مطر بن خلفان اليابري في عملية المتابعة. هملول في المركز الرابع، هنا انطلاقة من تواجد فجاج لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد، عملية تضمير وتدريب لدى مختار بن أحمد في هذا اللقاء. المركز الخامس نذهب إلى شاهين إلى هجن الرياسة، ويأتي محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في التضمير. شاهين في المركز السادس من الجانب الآخر لهجن العاصفة، غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب. أما المركز السابع، المركز السابع عودة إلى شاهين الآخر هنا في هذه اللحظات لهجن الرياسة، ويأتي في التضمير محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. أما المركز الثامن، المركز الثامن شاهين لهجن العاصفة، غياث الهلالي في عملية تضميره وتدريبه. المركز التاسع يأتي الشاطر لهجن الرياسة، ويأتي بقيادة المضمر صالح بن سعيد بالعري المري. والمركز العاشر هنا شاهين لهجن الرياسة وبقيادة المضمر والمتابع حارب بن مغير العميمي. هذه النتيجة للعشر الأسماء المنطلقة مشاهدين الكرام في هذا اللقاء وفي هذا التحدي الأصيل والجميل. نعود إلى المقدمة وإلى الصراع الأول، إلى الصراع الأول ويتحول ويتبدل، لكن العودة إلى المقدمة ما شاء الله لا يزال حتى هذه اللحظات إعصار في مقدمة الشوط، إعصار إلى المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوب، يضمره ويتابع سعيد بن عبيد الحميري. انتقل للمركز الثاني، المركز الثاني فجاج لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد، بدا في التغيير مع المضمر مختار بن احمد. شاهين لهجن العاصفه ينضم كذلك الى التنافس الثلاثي، شاهين بقياده المضمر غياث الهلالي يحتل المركز الثالث. المركز الرابع نشاهد، شوف التجمع الهائل، شوف التجمع الهائل من القعادين. شاهين لهجن الرياسه بقياده حارب بن مغير العميمي، وشاهين في المركز الخامس لهجن العاصفة غياث الهلالي في تضميره. المركز السادس شاهين لهجن الرياسة مع المجازم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز السابع يأتي الشاطر لهجن الرياسة وبقيادة صالح بن سعيد بالعري المري. المركز الثامن هناك الحنيش لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، أو يعني بعملية تضميره يأتي المضمر مسري بن سالم العرطي الحميري. المركز التاسع شاهين لهجن الرياسة مع المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز العاشر النمر لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلة بقيادة سالم بن خلفان بالشاوي الأغفلي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة مشاهدينا الأعزاء، للمراكز اللي تسير في الأوائل في اشتراكة هذا الشوط وفي منافساته وفي تحدياته. لا زالت الأمور لصالح العاصفة، لصالح العاصفة وهي متمسكة ومتمكنة في المركز الأول بوجود شاهين على القائمة وعلى المنافسات. ها هو شاهين أمامكم على الصدارة مع المضمر غياث الهلالي. هناك فجاج في المركز الثاني، فجاج فجهم فج فجاج، ها هو فجاج اللي معالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد، المضمر مختار بن احمد. يا سلام يا ابو احمد يا ابو عبد الملك، ياتي ليطمن كذلك جماهير هذا الشعار بانه متواجد ويتحرك ويسجل يعني نقاطه المعروفه عندما يشارك، لازم انه يحسب له حساب ما شاء الله. المركز الثالث عنده بدع ثلاب وعنده يعني انتاج كبير من هذه المؤسسه. المركز الثالث وصل الشاطر، وصل الشاطر لهجن الرياسه، وياتي المضمر صالح بن سعيد بالعري المري. 1200
1200. يلا تحركوا يا جماعه تحركوا. المركز الرابع شاهين الهجن الرياسه، ياتي محمد بن عتيج بن زيتون الميري، هذا اخترم، هذا عاد اخترم، هذا عاد اخترم ما شاء الله. جو 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 هناك شاهين الهجن الرياسه على المركز الخامس مع تضمير المضمر محمد بن عتيج بن زيتون الميري، وكذلك القادم في هذه اللحظات ها هو هملول اسمه الشيخ راشد بن سعود المعلى وبقياده سيف بن خلفان. هنا في هذه اللحظات سيف بن مطر بن خلفان اليابري، هذه النتيجه للمراكز المتقدمه. تحركوا المضمرين، حركوا جعادينهم، حركوا لقاء هذا الشوط. لكن شوف تبادل هذا الشوط، يعني اكثر واحد من الاشواط اللي صار فيه تبادل حتى خط النهايه. الله هملول هملول هملول، يلا بنسلم على هالي فلي معلة. شوف شوف المركز الاول على اللبسه المقدمه ما شاء الله هملول اللي اسمه شيخ راشد بن سعود المعلى، يضمر سيب بن مطر بن خلفان اليابري. يلا يلا يا اليابري، يلا يا اليابري، روح 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 الى الصداره، روح اليابري، روح روح عن الجميع ما شاء الله. تهاني لاسمه شيخ راشد بن سعود المعلى على هذا الفوز والانتصار. حرك حرك يا اخوي، لا تتهاون، الجماعه جايينك، الجماعه جايينك. المركز الثاني شاهين لجنه الرياسه، المركز الثالث شاهين لجنه الرياسه، المركز الرابع شاهين لجنه الرياسه. اللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره يا اليابري، اليابري ال 200 متر الاخيره، المجازف واليابري، اليابري هملول، هملول اسمه شيخ راشد بن سعود المعلى. اللحظات الاخيره، المجازف هجن الرياسه، هجن الرياسه، ولكن هملول 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 المجازف المجازف. الله شاهين هجن الرياسة يخطف الناموس في اللحظات الأخيرة. تهانينا لهجن الرياسة وإلى المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهري. هملول في المركز الثاني اسمه شيخ راشد بن سعود المعلة، المركز الثالث شاهين هجن الرياسة، المركز الرابع شاهين هجن الرياسة، فجاج في المركز الخامس لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد. نعود إلى التوقيت الزمني، اللحظات الأخيرة، هل استطاع من خلالها شاهين أن يخطف الناموس في اللحظة الأخيرة من قبل هملول؟ هنا 7 دقائق 33 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهاني لهجن الرياسة وإلى المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهري على فوز شاهين بالمركز الأول. هملول أبلى بلاء حسن وقدم عرض ممتاز، شكرا لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، تهانينا والناموس، وكذلك شكرا سيف بن مطر من خلفان اليابري على هالمشاركة. 7 دقائق 33 ثانية و8 أجزاء من الثانية في مشاركة رسمية على أرضية المرموم. المركز الثالث، لحظات الوصول من المركز الثالث شاهين لهجن الرياسة، 7 دقائق 34 ثانية، 5 أجزاء من الثانية، والثانية للمضمر حارب برمغير العميمي. هكذا كانت النتيجة مشاهدي الأعزاء الماضية لشوطنا الرابع.